السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو حابب اشرح لكم بعض الملاحظات اللي بتهم جميع الطلاب اللي عم يدرسوا في نظام التعليم في جامعة اسطنبول وفي جامعة أناضولو. طبعا من بعد ما يتم التسجيل ويتثبت القيد وينزل على الإيداولات ويتفعل حساب الدروس، شلون بدنا نبدأ الدراسة؟ يا ترى في كتب، في ملخصات، في أسئلة الدورات، في محاضرات، في تلاخيص، إلى آخره من الأسئلة اللي بتخطر لذهن كل طالب. هلأ ببداية الفيديو رح نحكي نحن عن السيستم الخاص بجامعة أناضولو، ومن ثم حنكمل على السيستم الخاص بجامعة اسطنبول. لهيك الطلاب اللي مسجلين في جامعة اسطنبول يقدموا مقطع الفيديو شوي لقدام لحتى يشوفوا الشرح الخاص فيهم. هلأ أول شيء نحن من بعد ما سجلنا بالمفتوح بأناضولو وصلتنا كلمة السر على رقم هاتفنا، أو إن ما وصلت بإمكاننا الدخول على أي نظام للجامعة أو أي موقع للجامعة من خلال الإيداولات. المهم كلمة السر اللي وصلت أو من خلال الإيداولات بندخل على شيء اسمه A Campus اللي هو السيستم الخاص بالدروس. راح تشوفوا المواد متاحة أمامكم بهذا الشكل. هلأ أول شغلة، أول خيار هذا اللي طالع أمامكم اللي هو الرهبر لك، هاي مو مادة جامعية، هاي مالكم فيها، هاي بتحكي عن الإرشادات وإلى آخره. تحت منها كمان هاي اللي هيك صورة الزرع كمان مالكم فيها. بكل فرع جامعي بجامعة أناضولو هي 6 مواد جامعية. هلأ على سبيل المثال هذا الفرع الخاص فيني أنا، برمجة الحاسوب. هلا انا مثلا عندي 5 مواد لاني مع في من اللغه الانجليزيه. المهم اي ماده من هي المواد بندخل على شيء اسمه درس جير، بنضغط عليها شو طالع عندي انا. طبعا ما بيهم النسب المئويه الموجوده هون واللي ظاهره هون، يعني ما عليها اي شيء ممكن احنا نستفيد منه. طبعا انا ما رح ادخل كمان لاي تعميق جوا المعلومات مشان حقوق النشر والطباعه التابعه للجامعه. المهم هلا نحن بهي المادة مثلا إشلام طابلوسو بروغرام لما عنا كتاب أونيتا فيديو تشيكميش سنو سورولارلا أورنلنم وعنا ألشترمالر. هلا الكتاب نحن لو ضغطنا على كتاب PDF رح يفتح لي صفحة وبيفتح لي فيها المقرر الجامعي، الكتاب الجامعي اللي أنا لازم أدرس منه. طبعا في كمان عندنا زر للتحميل. طبعا انا ما رح ادخل على الكتاب، بمجرد النقر على الكتاب فرح يفتح امامكم بهي الصفحه الكتاب. المهم بالنسبه اول ملاحظه، طبعا بالنسبه للدراسه انا ادرس الكتاب والوحدات والفيديوهات والاسئله السنوات السابقه والاسئله اللي رح اتعلم منها والاختبارات، شو بدي ادرس بالضبط، من وين بدي ادرس بالضبط. هلا بشكل عام الطالب اللي عنده مجال وعنده وقت يدرس جميع الاشياء اللي انا ذكرتها حرفيا حتى يطلع متمكن 100% من هذا الفرع. طيب بعض الطلاب عم تشتغل، بعض الطلاب عنده فرع ثاني بجامعتها الاساسيه، على شو بدها تركز او شو هو الشيء الاساسي بكل ماده جامعيه؟ هلا الشيء الاساسي بكل ماده جامعيه هو الكتاب، من هون نحن بنحصل عليه، بالاضافه لفيديو اللي هي المحاضرات الجامعية. هلا هون شايفين أونيتا بير، أونيتا أكيد 3 إلى آخره. بالفيزا المذاكرة مطلوب منا أول 4 وحدات، يعني من 1 لـ 4. بالنسبة للفينال امتحان النهائي من 1 لـ 8 نحن مطالبين فيه. بشكل عام هيك بيكون عدا مادة الإنجليزي. هلا الشيء اللي نحن رح نركز عليه الكتاب والفيديو اللي هو المحاضرات، هدول بشكل أساسي للطلاب اللي ناوية تدرس تمام وتتخطى قسم كتير كبير من المعلومات. طيب هلأ في قسم من الطلاب، يعني آلية الدراسة إذا عم تلاحظوا معي ما في أسس أساسية، ولكن الأساس هو الكتاب بالإضافة للمحاضرات. عدا ذلك كل شيء موجود هو بدعم الدراسة، اللي هو مثلاً أونيتا. هلا مثلا الأونيتا PDF هون قاسمين لكم الكتاب لوحدات، وحدة أولى ثانية ثالثة للثامنة، فينا نحمل وحدة وحدة من الكتاب، يعني احنا فينا الكتاب ما ننزله كله، ننزل وحدة وحدة. هلا للفيزا مطلوب منا أول 4 وحدات، فنحن بننزل أول 4.
هلا الشيء الجديد اللي نحن ممكن نستفيد منه لبعض الطلاب اللي ما عنده مجال للدراسة من الكتاب أو تحضر المحاضرات، عندنا شيء اسمه أونيتا أوزات اللي هو ملخص الوحدة، يعني الزبدة من الدراسة للوحدة. يعني على سبيل المثال من 1 لـ 4 أنا نزلت ملخص الوحدات. هلأ أونيتا أوزات سلسلة نفس الكتاب ولكن بيكون مسجل صوتيا. يعني على سبيل المثال أنا اليوم طالب ماستر ما عندي مجال لحتى أقرأ وأدرس من الكتاب كاملا، فأنا مثلا بالنسبة لي رح أدرس الأوزات، أنا هيك بناسبني. طيب هلا نحن هون عرفنا هون من الأونيتا الوحدات شو موجود عنا وشو فينا نحن نستفيد. هلا تشيك مش سنا وسرولر بعض الأفرع فيها أسئلة دورات، بعض الأفرع ما فيها. هلا هون كاتب لي الأعوام، يعني مثلا أسئلة الدورات الياز وكلو، الدورة الصيفية العام الماضي 2021، في عنا 17-18 دورة 17-18. هون أسئلة الدورات كمان من تضغطوا عليها بيفتح لكم صفحة تطلع الأسئلة مع الحل، بإمكانكم أيضا تحميلها. كمان الطلاب اللي ما عندنا مجال لتحضر من الكتاب وتحضر المحاضرات فيها تركز على أونيتا أوزات وتركز على تشيك مش سنا وسرولر، هدول كتير بيفيدوكم وكتير بيتم تكرار الأسئلة. بعد المناء لنتعلم مع الأسئلة، هي أسئلة الجامعة بتحضرها لكل وحدة من الوحدات، يعني بتختبروا لحالكم بامتحان أونلاين بسيط، بيطلع سؤال وفي 4 خيارات متعددة، بتختبروا حالكم ضمن السيستم. هون التعلم مع الأسئلة، وتحت المنا اللي هي كمان اختبارات قريبة كتير على الفقرة اللي قبل المنا. كمان عندكم لكل وحدة في اختبار خاص، كمان فيكم تستفيدوا من هاي الأسئلة. يعني على سبيل المثال بالنسبة لي أنا، إذا حدا طالب من الطلاب رح يسألني أنت كيف رح تدرس، أنا بالنسبة لي رح أركز على أونيت أوزات ورح أركز على تشيك مش سنا وسرولر ورح أركز على الألشترمالر اللي هي الأسئلة الجامعة اللي هي بتطرحها وأسئلة الدورات وملخص وزبدة كل واحدة من الوحدات. إن كان في وقت ممكن أنا أحضر المحاضرات الجامعية لحتى أدعم دراستي، وإن كان في وقت كمان ممكن أدرس من الكتاب. طبعا هذا الأمر بيتم تعميمه على جميع الأفرع الجامعية اللي موجودة في جامعة أناضولو، إن كان كلية أو إن كان معهد. هلأ برجع بكرر الفكرة، معظم التخصصات ومعظم المواد ما بتلاقوا فيها كتير التفاصيل المدعمة، يعني ممكن ما تلاقوا أسئلة الدورات، ممكن ما تلاقوا تلخيص وحدة، ممكن ما تلاقوا في اختبارات. لهيك كل مادة عندكم موجودة بين إيديكم تفتحوا بتشوفوا شو موجود، شيء اكسترا عدا الكتاب وعدا المحاضرات الجامعية، كمال تساعدكم وتدعمكم بموضوع الدراسة. هذا كل هو الشرح الخاص بجامعة أناضولو للتعليم المفتوح. هلأ مننتقل لجامعة اسطنبول. بالنسبة لجامعة اسطنبول بعد ما ندخل على السيستم الخاص بالدروس رح يظهر أمامنا بهذا الشكل. طبعا مثل ما ذكرت لكم موضوع النسب المئوية للحضور وكذا ما بتقدم ولا بتأخر. أي مادة مثلا رح أختار أنا موضوع مادة الانقلاب، ضغطت عليها فتحت عندي بهذا الشكل، ضغط كمان هون فتح عندي بهذا الشكل. هلا شو رح أعمل أنا؟ رح مباشرة فيني أعرف من هون، يعني لمحة عن شلون بيتم دراسة هاي المادة، وهون بإمكاني أعرف أنا أسماء الوحدات اللي موجودة. هلا مباشرة بعطي درسة باشلة لندخل بالدرس. هلا من هون بصغر الطرف اليسار، شايفين هون طالع عندي كل وحدة بوحدتها، هون عم بيشرح المعلومات. طيب أنا رح أختار الوحدة الأولى، بنزل لآخر شيء بلوم أوزات اللي هي نفس أونيتا أوزات، يعني ملخص الوحدة الأولى. ماشي، بإمكانكم من هون تقرأوه. بعد منا أونيتا سرولر، هون في عندكم أسئلة، هون السؤال وهون الخيارات، تختاروا مباشرة بتعطوا تيست بيتر، بعد منا بتظهركم الإجابات. هاي هون في عندكم أسئلة احتمال يتم تكرارها. بعد المنا الصمم اللي هو السلايتات اللي شرحها الدكتور. بعد المنا درس اللطمة اللي هي المحاضرة اللي بيشرحها الأستاذ. هلأ هذا الكتاب، هلأ الكتاب هون شو ظاهر عندي 14 وحدة، كيف بدي أحصل عليه؟ شايفين هاي زر الطباعة، بضغط عليه رح يطلع عندي أنه
عم يتم تجهيز الكتاب للطباعة. نحن فينا ننزل هذا الكتاب عنا بصيغة PDF. بإمكاننا ننزل الدرس نطلره اللي هو الكتاب كلياته، فينا مثلا نحن نختار أي وحدات بنا بعد ما نعطي يصدر. إذا رح ننزل الصنم اللي هو السلايتات اللي شرحها الأستاذ بالمحاضرة، كمان فينا نختار الشيء اللي بدنا إياه بعدين نعطي يصدر. نرجع لنفس الفكرة الأساسية اللي شرحناها بجامعة أناضول، واللي هي الدراسة. الدراسة بشكل أساسي هي من الكتاب اللي بيتم تنزيله على السيستم، ومن ثم المحاضرات اللي هي على موجودة على شكل فيديوهات. هي الأساس الدراسة. عدا هيك كل شيء معلومات بيتم منحها من قبل الجامعة هي لدعم الأفكار ودعم الدراسة لهي المادة ذاتها. في بعض الطلاب مثل ما ذكرت بجامعة أناضولو ما بتركز على الكتاب ككل، ممكن تشوفه ضخم، والمحاضرات ما عنده وقت لتقضي ساعات على حضور المحاضرات، فبتروح بتركز على الزبدة تبعت الوحدات وعلى أسئلة الدورات وعلى الأسئلة اللي بتتم الجامعة منحها للطلاب بشكل مجاني. هاي هي طريقة الدراسة، وهي هي الشرح بالنسبة لإسطنبول وبالنسبة لأناضولو. طبعا أنا طولت كتير الشرح بأناضولو لأنه فيه كتير معلومات وكتير تفاصيل كتير بتدعم الطلاب بالكايناك تبع الدراسة. إسطنبول مثل ما نكون شايفين الوضع فيها كتير مختصر، ما فيها زيادة تفاصيل، وطبعا الأفكار نفسها اللي حكيناها بأناضولو نفسها تكرر بجامعة إسطنبول. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وشاركوا هذا المقطع الفيديو مع رفقاتكم لحتى الجميع يستفيد. والسلام عليكم.